بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم 30 ربيع الأول 1436 للهجرة موافق 22 يناير 2015 ميلادية تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وقد درس المجلس وصادق على جملة من مشاريع المراسيم والبيانات. نذكر منها على سبيل المثال مشروع مرسوم يتضمن زيادة جزافية لصالح موظفي ووكلاء الدولة، بيانا يتعلق بمناخ الأعمال، وسيتدخل كل من معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكذا معالي وزير المالية من أجل شرح مضامين هذا المشروع وهذا البيان، وسأتدخل أنا كذلك كالعادة لأرد على جملة الأسئلة التي تودون الإجابة عليها، وشكرا. تفضل معالي وزير الشؤون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. في مجلس الوزراء اليوم تمت المصادقة على بيان يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في موريتانيا. كيف تعرفوا التقرير اللي اصدر عن البنك الدولي سنة 2007 كان نعت عن موريتانيا، عن بيئة الأعمال فيها عنها سيئة وعنها تعاني من كثير من المشاكل، ومن لدورك سنوات مبارك مع تحسين هذه بيئة الأعمال، وكان هنالك أولويات. كانت هنالك أولوية بعد قاع سد الفراغ القانوني كان موجود من خلال سن مدونة الاستثمارات حسب أفضل الممارسات المعروفة عالميا، وذلك كيف تعرفوا اعتمدت في المدونة وبدأ العمل بها هي نصوصها التطبيقية من خلال القانون اللي اصدر سنة 2010. كذلك تم إعداد استراتيجية لتنمية القطاع الخاص للفترة 2015-2025، وهي اللي نعرضت عليكم قبل أسابيع. تم كذلك العمل على جانب البنية التحتية، لأن بدون بنية تحتية ما يقدر يخلق أي استثمار ولا يقدر يخلق تطوير القطاع الخاص. الدولة ما عندها كهرباء، ما يقدر حد يعدل فيها مصنع، لا يقدر يعدل فيها نشاط سوشيال. الدولة ما عندها مياه، ما يقدر حد يسكن فيها، ولا يقدر يمد يعدل فيها أنشطة صناعية. دولة ما عندها موانئ وتستقبل بهم البواخر وتصدر وتستورد، ما يقدر يخلق فيها نشاط اقتصادي مهم. دولة ما عندها مطار دولي، ما تقدر يجوها الناس قاعد. ودولة ما عندها اتصالات مقطوعة عن العالم. موريتانيا ما كانت إلين 2010 ما كانت مربوطة بالكابل البحري الدولي. الآن ما نحتاج نرجع لكم على الاستثمارات اللي خلقوا في القطاعات البنية التحتية، تعرفوهم كاملين وتعرفوا نتيجتهم على موريتانيا الذي من رأيته عدد الذي مبارك معه. اليوم البيان اللي يقدم للوزراء يتعلق بخطوة أخرى، خطوة هذه الخطوة لا تخص المستثمر الأجنبي عن المستثمر الوطني، لأن نحن ما هم عندنا تطوير القطاع الخاص الوافد من القطاع الخاص المحلي، نختار نطور قطاع خاص وطني يعود يخدم التنمية في موريتانيا ويمكن من استغلال الثروة الموريتانية ويخلق فرص عمل للشباب الموريتاني وللنساء. ومن خلال دراسة لواقع المقاولات الموريتانية تبين أن هناك كثير من العوائق الإدارية معظمها والتنظيمية اللي ما يمخلي القطاع الخاص قد يتطور بشكل كبير. لا نذكر منها وحدات من هذه العوائق. قضية إنشاء مقاولة حد لها عدل بعد قاعة شركة هون إجراءاتها لابدأ من خلال 5 إدارات ولا 6 ولا 7 لما كانت 9 إجراءات على عدلها، وأبسط شركة تكلفتها كانت 135 ألف، والفترة الزمنية تقبلها ما تقدر تقل عن ساعة أيام. إذن الإجراء الأول هو إنشاء الشباك الموحد اللي بدأ العمل به، اللي جمعوا فيه جميع الأجهزة المعنية في تشكيل الشركات، وعادي قد اليوم الإنسان يعدل شركة في 48 ساعة، لأن ممثل مفتش الشغل موجود، ممثل الضرائب موجود، ممثل صندوق ضمان الاجتماعي موجود، ممثل محكمة تجارية اللي تصدر السجل التجاري موجود، هاو كاملين في قاعة واحدة ويشتغلوا من أجل تسهيل إنشاء المقاولات. ثم رخصة البناء من القضايا اللي لها يتم التركيز على تسهيلها وتقليص عدد الإجراءات اللي تطلب وتكلفتها. كذلك من أكبر العوائق أمام الشركات
موريتانيا هو عن ما هم شركة اليوم عندها عنوان، ما تقدر تجبر شركة كاتبة لك عنوانك واضح تقدر تستهدأ عليها به. وهذه قضية من أبجديات الأعمال التجارية يا الله تعود معروف، وهناك عملية لا يتم القيام بها من أجل تغلب على هذه القضية، من أجل أن كل شركة تعود عندها عنوان واضح ومعروف. كذلك الاشتراك في الكهرباء يطلب ياسر من الوقت وياسر من الجهد وتكاليف مرتفعة، هذه من الأشياء اللي يتم أيضا التغلب عليها. كذلك الألوج للقروض، حد يعدل الشركة ما يقدم أولها هو كامل، لابد من في جميع دول العالم يعتمد إلى حد كبير على القروض، وبالتالي لابد من تسهيل أيضا الألوج للقروض. كذلك إجراءات على مستوى الموانئ تقبل قدر الوقت، في قدر من الأوراق وتكلفتهم اللي مقارنة مع بعض الدول المختلفة، هذه القضايا اللي يتم مراجعتها واللي يتم تحسين الأداء وتخفيض التكلفة وتقليص الآجال. هذا ينطبق على مجموعة من هنالك 10 مؤشرات تم تحديدهم، وكل مؤشر اللي يتم فيه القيام بإجراءات تمكن من تقليص الآجال، تقليل الإجراءات وتخفيض التكلفة. وتمت المصادقة على خارطة الطريق اليوم إن شاء الله تعالى اللي يعكفوا عليها جميع الإدارات المختصة، ومعطي لهم فترة زمنية من هون لنهاية مايو، لأن عندهم 4 أشهر يعدلوا مقترحات عملية ويبدأ تطبيقها، ياك يتم تقييمها في شهر 6 إن شاء الله شهر يونيو. هذا هو فحوى البيان اللي هاي الإجراءات مهمة كاملة اللي تكلمتوا عنها، من المشاكل الأساسية اللي كان يعاني منها القطاع خصوصا قطاع المقاولات الخاص سياني من الوافد واللي محلي. غير خلق نقطة مهمة سيد الوزير قد طرحناها عدة مرات، هي نقطة العدالة. العدالة مهمة وذني قالوا الاستثمار، وأهم هي أكثر أهميتها بالنسبة للمستثمر المحلي، لأن الوافد دائما يعتبر ضحية حسب التجربة اللي فات تخطى. وفي عدة مشاكل قد طرحنا منها الشيء عليكم أنتم شخصيا معي الوزير في نوادي وزيارة زيارة الوفود الخليجية اللي كانت مستثمرة، مشكلة الشرائك الصينية ومشاكل أخرى خصوصا تتعلق بالعدالة. يعني العدالة إنين تعود ما تعود ما هي موجودة إلى وفر كل شيء من 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 الظروف وسن القوانين، ظهر لي على أن مجال الاستثمار لا يعود يتم لا ناقص. سؤال ذو جزئين لأني ما مسموح لي ما بسؤال واحد. سؤال الأول يتعلق بالقمة المؤتمر الأخير للشبابية، شنو الحصر تاني موريتان ذي القمة، شن هي اللي انطور من موريتان وشنو النتائج اللي حصلنا عليها احنا كموريتانيين ذي القمة اللي سابقة لأوانها اللي نفتخروا بها. حتى الجزء الثاني من السؤال يتعلق بالشباك الموحد اللي كنتوا تكلموا عنه أنه كانت تكاليف تلحق 130,000 حد يعدل المؤسسة، وذاك صبحتي قد حد يعدل المؤسسة 48 ساعة، شنو التكلفة اللي بدل 135,000، شنو التكلفة ضركاتيا، وحد ما عنده ضمانة شنو يعدل، حد ما عنده ضمانة لا يطرحها من أجل قرض. السلام عليكم. شكرا معالي الوزير. تحدث معالي الوزير عن الاستثمارات اللي شملت البر والبحر وكذلك الأرض كاملة، ولكن الواقع يقول أن المواطن اليوم يعاني من غلاء الأسعار، يعاني من مشاكل بطالة كثيرة جدا. مع الوزير متى يمكن أن نقارن بين الواقع كحقيقة وبين ما يعيشه الإنسان الموريتاني على أرض الواقع عندما يذهب إلى الحانوت ليشتري مثلا يومياته؟ مثلا ما هي الصورة التي يمكن أن نقارن بين الاستثمارات في الواقع الموجودة تبارك الله على الأرض من موانئ ومن كل شيء والحمد لله، ولكن ينقص الواقع، الواقع الصحي، الواقع التعليمي، الواقع كله نجد شيء آخر. وأشكركم. أنا السؤالي الشق الأول يتعلق بقضية على الصفقات دائما والاستثمارات لما تكون تتعلق بمستثمر خارجي تعود وتيرتها أسرع في التطبيق والتنفيذ من لما تكون متعلقة بمصلحة المواطن، لأن الصفقات دائما دولة تقبل مثلا أمور استثمار محلية تعود مثلا حتى في البنى التحتية تعود وتيرتها متباطئة جدا قياسا بالتجاوب مع المستثمرين الأجانب. ما سبب من وجهة نظركم؟ الشق الثاني قد يتعلق بمكافحة الفساد والرشوة،
منين هي لحقت مسؤولية قضية اللجنة اللي مؤلفة منها 15 عضو، منين لحقت وين تلاه تشوف النور، وهل هي مزودة بتطوير جديد لمكافحة الفساد بما أن الفساد تطور؟ وأشكركم على الوزير. السؤال الأول يتعلق بالعدالة. فعلا العدالة من أهم القضايا اللي ينظر لها المستثمر، سواء المستثمر الوطني أو المستثمر الوافد. ونقول لك أنا ما كانت غايبة من خارطة الطريق به اللي فهم عدة نقاط، أنا ما طرقت جميع النقاط اللي وردت في خارطة الطريق، غير من ضمنها مثلا إنشاء مركز للتحكيم وتفعيله، لأن كيف تعرفوا عن تحكيم سيء أشبه هو من 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 محاكمة جيدة، لأن في العالم كامل القضايا التجارية والمستثمرية أنت مش شر محاكم تقبل ياسر من الوقت وتكلف ياسر من الفضل، وبالتالي المستثمرين والقطاع الخاص بشكل عام يختاروا دائما التحكيم والمصالحة، ومن من من إن شاء الله تعالى الإصلاحات اللي تعدل في وقت ما هو بعيد إن شاء الله تعالى مركز للتحكيم والمصالحة يعود عنده الحرية الكاملة ويمكن المستثمرين والقطاع الخاص من حل نزاعاتهم دون اللجوء للمحاكم، وهذا واحد يعني دور الله يحسن من مناخ الأعمال. بالنسبة لموضوع مؤتمر الشفافية، فعلا هذا المؤتمر عنده بعدين. البعد الأول هو عنه مؤتمر عنده طابع قاري، إن لم أقول دولي، تحت الرئاسة الموريتانية للاتحاد الإفريقي، إذا كان مناسبة لاستعراض منين وصلت الحكام الرشيدة الشفافية في أفريقيا، وشين هي المعوقات والمشاكل وتبادل الخبرات بين مختلف الدول الإفريقية والمنظمات اللي نشطة في مجال مكافحة الفساد، وأيضا تقديم مقترحات عملية للنهوض بالشفافية في أفريقيا. والبعد الثاني هو عن تكريس للدور الريادي لإعادة موريتانيا اليوم معروفة به في أفريقيا، كان معروفة فيها عالميا، لأن منظمة الشفافية الدولية ورئيسها جاء مرتين الموريتاني فترة وجيزة، جاء في نوفمبر وجاء لك، وهذا اعتراف بأهمية موريتانيا اليوم كرائد في مجال الشفافية ومحاربة الفساد ليس فقط في أفريقيا ولكن في العالم. وهذا المؤتمر مكن أيضا من الخروج بإعلان واكشوط اللي يعتمد مجموعة من المقترحات اللي من شأنها انها تعزز الشفافية وتسرع بوتيرة مكافحة الفساد في افريقيا. واعتقد انه اللي من اهم اللي كان فيه اعلان رئيس الجمهورية مبادرة الشفافية مجال الصيد البحري، يعني اول دولة في العالم تتبنى الشفافية في الصيد البحري هي موريتانيا. كانت هنالك الشفافية في صناعة الاستخراجية فيها عدد من الدول، وموريتانيا بعد من الدول اللي كيف تعرفوا عنها عادت مطابقة تماما لمعايير الشفافية في مجال الصناعة الاستخراجية، غير موريتانيا الآن هي تلعب دور ريادي من خلال مبادرة رئيس الجمهورية عنها تعود هي رائدة الشفافية في مجال الصيد. والصيد قطاع من القطاعات المعروف عنه كان دائما الناس تحول حوم كثير من الشكوك وتشوفوا ياسر من الغموض، وبالتالي إغساء الشفافية في قطاع الصيد قضية مهمة، لأن الصيد يمكن أن يكون أهم المعادن بالنسبة لموريتانيا، لأنه قدرته على توفير فرص العمل، قدرته على المساهمة في الناتج الداخلي الخام، وقابلته للتجدد، لأن معادن ما تجدد هو يجدد. وبالتالي هذه المبادرة لقت ترحيب كبير من 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 جميع المشاركين، واعتبروا عنها اللي تعود هي المحور الأساسي اليوم في العالم في قضايا الشفافية، اللي تعود هي موضة الشفافية في العالم، قضية الشفافية في قطاع الصيد، لأنه لا يتعلق فقط بأفريقيا، أفريقيا في أكثر من 20 دولة معنية، غير اللي في آسيا وفي الكاريبي والمحيط الهادي في كثير من الدول المعنية بقضية الشفافية. بالنسبة للشباك الموحد، فعلا تكلفة إنشاء الشركات كانت 135، الآن عاد 35,000، وهامنا نسعى وأنها تقلص. ومن أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها في هذا الإطار هو عن اليوم ما تلفهم حد أدنى رأس مال الشركة. كان حد ما عنده مليون وقية ما يقدر يعدل الشركة، اليوم حد عنده 20 وقية يقدر يعدل الشركة، حد عنده قية واحدة يقدر يعدل الشركة، معناها ما ثلاث من الشركة محصورة في طبقة معينة ولا مستوى من الدخل، معناها كل حد يقدر يعدل الشركة ويبدأ يطور. وهذا مهم للشباب
لأنه يفتح له آفاق كبيرة من الدخول في أنشطة غير تقليدية. القضية الأخرى قضية الضمانات البديلة من الإصلاحات اللي تعد على مستوى النظام الإجراءات القانونية وعلى مستوى مدونة التجارة، هو عن كان فهم حد ما عنده دار يرهنها ما يقدر يجبر قار مدونة اللي عاكف عليها وزارة العدل لا يعد فيها ضمانات بديلة، قلت حد يضمن بعنه يجبر حد له يشري عنده موثوق وكتب له عنه له يشري عنده وكذا، هو يقدر يسلف ذاته عند حد آخر. هي يسلف عند البنك ولا عند مؤسسة مالية، معناها عن فهم عدة أنواع من الضمانات. هذا مثال من الضمانات البديلة اللي تقد يتم الاعتماد. انطرحت قضية غلاء الأسعار، وأنا بعد عجيب عندي كونها تنطرح ذلك به الأسعار ذلك حد بعد عقباله مرصة قد يعرف عنها ما هي لاحق لك منه. حد اليوم سوى عن زقيفة السكر اليوم في السوق اللي يقولوا له بداية الرزق يدور يعرف عن الأسعار ما هي مرتفعة، حد سوى عن زقيفة مارو اليوم الحقها ما هي مرتفعة، وحد سوى عن سيليا والله بيدون ويل وما هو مرتفع. إذا الآن إحنا طبينا على نقول الأسعار مرتفعة، يا الله مرة مولي أنت خفض نعترف عنها مخفضة. بالنسبة للصفقات ما فهم معاملة منحازة للمستثمر الأجنبي، وموريتاني قانون الاستثمار الموريتاني من ميزاته عنه يقول عنه يساوي في المعاملة المستثمر الوطني والمستثمر الوافد، وبالتالي ما فهم أي تمييز يميز مستثمر عن مستثمر. اللي المهم حد استوفى الشروط وجاب دراساته وجاب ملفه مكتمل، إجراءاته ما يريد تتأخر إن شاء الله تعالى. بالنسبة للسؤال الأخير اللي هو قضية لجنة الشفافية اللي منها تعين الحكومة فات عاد واضح، وذوك الأخرين الجهات المعنية بهم اللي هي القطاع الخاص والمجتمع المدني تحت دراسة ويدور إن شاء الله تعالى الوقت اللي اكتمل كامل الدور توخر إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبيه الكريم. كما ذكر معالي الوزير العلاقات مع البرلمان المجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم يتضمن زيادة جزافية لرواتب الموظفين ووكلاء الدولة. هذا المشروع يندرج في إطار السياسة التي تبعتها الحكومة في السنوات الأخيرة، أنه كلما سمحت الظروف وكلما كان ذلك ضروريا تحاول أن تتجاوب مع الأوضاع الاقتصادية وتدعم القدرة الشرائية لموظفي ووكلاء الدولة لتقوية قدراتهم الشرائية، ولكن أيضا كرسالة واعتراف بأن قاطرة هذه الإصلاحات هي 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 هذا هي هي هذا الطاقم، هي الموظفين الدولة الذين يسهرون على مختلف المصالح. هذه الزيادة كما تعلمون تندرج أيضا في إطار خطاب رئيس الجمهورية 28 نوفمبر الأخير الذي أعطى فيه وعدا بأن تشهد رواتب موظفي الدولة هذه الزيادة، وهو أيضا استجابة للوعد الذي تم قطعه في الحملة الانتخابية الأخيرة بمناسبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة. هذه الزيادة كما قلت هي زيادة جزافية تحسب على أساس العلامة القياسية للموظفين في الوظيفة العمومية، ستشمل الموظفين ووكلاء المساعدين للدولة وعمال فئات أخرى من العمال كالعقدويين وعمال العمال غير الدائمين. إذن كل العمال الذين يتم دفع رواتبهم على الميزانية السنوية للدولة الموريتانية. هذا الإجراء طبيعة الحال سيؤدي إلى زيادة في حدود بين 30-50% من الراتب القاعدي الأساسي اعتبارا من فاتح يناير سنة 2015. العبء المالي لهذه الزيادة طبيعة الحال سيكون على ميزانية 2015 التي صادق عليها البرلمان مؤخرا، وهو عبء مالي يتجاوز 10 مليار أوقية سنوية. إذن هذه الزيادة ستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات
سنوية. طبيعة الحال أنه لا يستفيد من هذه الزيادة موظفي الدولة الذين يتقاضون رواتب صافية تتجاوز 500,000 أوقية شهرية. لذلك السبب أريد أن أشير أن هذه الزيادة ليست إلا حلقة من حلقات الزيادات التي شهدها رواتب الموظفين في السنوات الأخيرة. لا تنسوا أن الكتلة الأجرية لموظفي الدولة كانت سنة 2010 حوالي 71 مليار أوقية، 71 مليار أوقية سنة 2010. الكتلة الأجرية في ميزانية 2015 تتجاوز 116 مليار سنويا، يعني حوالي زيادة 35 مليار سنويا على ميزانية 2010. وإذا أخذنا الزيادات التي المبلغ الذي كلفته هذه الزيادات في الأربع سنوات الأخيرة يتجاوز 80 مليار أوقية. إذن الدولة، ميزانية الدولة الموريتانية تكلفت ما يزيد 80 مليار أوقية من أجل زيادة أجور 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 الموظفين. ملاحظة بسيطة من أجل أن تتبلور هذه الزيادة تتراوح بين 4969 كحد أدنى، 4969 أوقية كحد أدنى للعامل الذي لديه علامة قياسية 250، إذن أقل علامة قياسية 4969. أعلى شيء فيها هو 19676 للعامل التي لديه أعلى علامة قياسية، أي حوالي 1650. إذن تتراوح بين 4969 ل 19676، مبلغ زايد على الأجر الصافي من الضرائب، ليست عليه الضرائب طبعا، هذا بعد الضرائب. أعطيكم مثالين. أستاذ مثلا تعليم ثانوي من الفئة ألف تقاضى في شهر ديسمبر قبل الزيادة 129,000 أوقية كراتب صافي، سيجد نفسه بإذن الله تعالى في نهاية شهر جانفيه مع راتب صافي حوالي 145,436، يعني أن راتبه سيزداد بحوالي 15,500 أوقية. كمثال عامل آخر مثلا كان يتقاضى من الفئة مثلا سين معلم مساعد مثلا، كان يتقاضى كراتب صافي 85,000 أوقية، سيجد نفسه في نهاية شهر جانفيه مع راتب حوالي 98,500، أي حوالي 13,500 كزيادة صافية على راتبه. هذا هو أهم ما أردت أن أقوله في هذا الإطار، وشكرا. سيد الوزير، ثم جئت بسبب أزمة مالية كانت موجودة وأنتم كنتم تحصلوا الكثير من المليارات، وهذه المليارات كانت قص خزينة الدولة، وخزينة الدولة خلق فيها مجموعة من التلاعب. أنت من درى يكانكم اللي يجي تورك، يكانكم يك المتابعة يك الأموال المليارات اللي مشات من الشعب الموريتاني، يكانكم يتابعوا لها متابعة قيمة بما أن الخزينة العامة للدولة صاحبك مستشار معكم. ثاني سؤال رقم 2، سؤال واحد شق واحد. سؤال ثاني، هل ستنا مع الوزير فيه 3 مليارات و500 مليون حكتوها قدامكم، هي كانت مخصصة للمناطق التنموية في الثروة الحيوانية من ميزانية 2014، مصيرها منين؟ أين مصيرها؟ هي ما وزعت عليهم، ما عندها في الأدوية الحيوانية ولا وعدت إذا على للتعطير. والسلام عليكم ورحمة الله. أنا سؤالي من شقين، الشق الأول فضيحة الخزينة العامة منين لحقت؟ الثاني بما تفسرون عن البترول انخفض بأكثر من 56% في العالم في حين عن حكومتكم بالشبث برفعه، ومعلوم عن اللي قالوا موريتاني سعر بطرن هو اللي يتحكم في الأسعار به، اللي كل شيء ينتقل من واكشوط عبر الشاحنات. انت لهين شوفوا السنغال خفضته، وانتم دائما تصدعوا روسنا بمقارنه بين دول المنطقه السنغال خفضته، المغرب خفضته، انت لهين شوفوا. ثانيا هاي الاموال الطائله اللي حصلت من من من, من عنه زيادته هو ولا منين قصد؟ احنا مثلا ما انت قصد والحال مازال لا بحاله.
بعجالة بعجالة اختار نقولنا والله دوختونا في الأيام الأخيرة. كما تعلم ثم وزير جديد على الوزارة غير خلق قدر من التعيينات بداية بنك سنترال فم تعيينكم انتم فم مدير البلجة. أنا نبقي نعرف وتعطوني دارك الجواب يسمعوا الجماعة كاملة من درا ذا اللي خلق ذي الفضة اللي مشات فضة عائمة من درا شنو مستقبله وشنو من درا كانها كانكم لا توضعوا اليد عليها نعرفوا على ان الامور دي قد تصفى عقب ذاك قد تعود الامور على بابها. نتكلم عن اللي خلق في موريس بانك. ما كيستيون سينتيتيل مسير لو مينيستر est-ce que le contrôle sur les revenus au trésor va continuer dans les autres secteurs des finances ou pas? Merci. معالي الوزير نبقي نعرف العلاقة بين احتياطينا اليوم من العملة الصعبة اللي وصل لكتلة من النقد كبيرة من علاقته وانعكاسه على العملة الوطنية ومدى التناسب بين زيادة اللي ذكرته والمحاصيل اللي وقعت والله اللي دخلت فقط بين 2010 الى اليوم من الضرائب فقط. وراني ماني محتاج اني نقول اعلنها كانت 34 مليار 2010 واليوم ظهر لله عنها تعدات 100 من المليارات. انا نختار نسول عنكم شنو رؤيتكم لاقصاء بعض المؤسسات العموميه من هذه الزياده اللي تحصل في الرواتب، هذه الزياده الموقعه والمصادقة عليها اليوم في مجلس الوزراء والزيادات السابقة، رغم أن رئيس الجمهورية تعهد لبعض ممثلي هذه المؤسسات في لقاءات سابقة في إطار لقائه بممثلي نقابات مهنية بالوفاء بالتزام هذه المؤسسات بإعطاء هذه الزيادات لعمالها. السؤال الأول طرحه أحد الإخوة يتعلق بمن رأي كان لا يتابع التفتيشات اللي كانت، عاد هذا السؤال تكرر وتكرر بأشكال مختلفة لين نحاول نعطي عليه إجابة. لا قلت لي السؤال إنه تكرر بأشكال مختلفة ولين نحاول نعطي عليه جواب راجع إنه إن شاء الله يعود 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 يعطي أجوبة على ذوك الحال. دونك قلت أعلن ظاهر اللي أعلن طبيعة الحال إن الجواب نعم بكل تأكيد ولا يلا حد يشك 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 في ذا يغير ذي المسائل اللي الله تنطرح في أساس في شكلها طبيعي. ما يختلفوا اثنين أعلن الحكومة الماضية والحكومات اللي داولت في ذي الفترة كاملة أعلنها كانت سياستها الأساسية هي مكافحة هذا اللي قالوا الفساد بجميع أشكاله، الفساد المالي، الفساد الأخلاقي، الفساد الإداري. هذا ما قد يكون يعود هو 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 هدف السامي إن كاملين واللي يلا كاملين يعود جامعنا إياك ذا البلد يخلط من المراحل اللي كان فيها ويقطع أشواط لا يديروا وضعية قد يواجه مشاكل الحقيقية ومشاكل الاستراتيجية ومشاكل الأساسية الأمني منها والاجتماعي والسياسي إلى آخر ذلك. قطعا ماني شاك من اللي قد يتعاقبوا اثنين على أن الوضعية اليوم وضعية المالية العامة أنها قد تقارن بوضعية المالية العامة اللي لو 4-5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات للأسباب اللي نقولها. ما يختلفوا اثنين للميزانية موريتانيا سنة 2015 انها تتجاوز 450 مليار. ما يختلفوا عليه اثنين. ولا يختلفوا اثنين عن ميزانية موريتانيا سنة 2009 2008 كانت في حدود 280 290 مليار. ما يقدروا اثنين يتعاقبوا عليه. اذا تقريبا تضاعف الميزانية البلد. السؤال يطرح باسم حيلة ذا قد يخلق مناش ذا قد يخلق لا واحد من الاسباب. ما يقدر يخلق من السبب هلت واحد من الاسباب. السبب الاول خلقت جات موارد للبلد اكتشف فيه معادن جديده جاته خيرات نعطاته مساعدات ذيك هي واريه خلق تطور اقتصادي هاي. هذا السبب الاول. والله السبب الثاني تم ترشيد
ذي الموارد الدولة اللي كانت متاحة يا غير ما كانت مرشدة تم ترشيدها ذاك اللي مداخيلها ودخل بشكله وذاك اللي انتفق عليه انتفق أيضا بشكل عقلاني والله ما معا هذا هو اللي ظاهر لي لأنه هي الاحتمالات المطروحة. أنا بعد ماني حاس بشي جاء من الموارد الجديدة وطلع على ذا البلد الموريتاني في ذي الفترة ذاك هو استثنائي فم تنمية اقتصادية فم معدلات نمو جايبتها سياسة اقتصادية حكيمة عقلانية طبيعة الحال غير ما تقدر تفسر الزيادة كاملة في الموارد لأن معدلات النمو في السنوات الأخيرة كانت تتراوح بين 4-5-6% في حين الزيادة كما تعلمون زيادة أكثر من حوالي 100% كزيادة في السنوات الأخيرة. إذا ما يقدر ينطرح ما يقدر يعود الجواب اللي قطعي له يكون تم قبل موارد الدولة مبردها اللي ما كانت مقبولة منه وذاك اللي يقبل منها تم تسيير وتسيير تسيير 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 رشيد. ذي الموارد لماذا كانت تبذر؟ اللي غريب واللي ما هو وجيه علن قطعا ما معناها علن ما خالق فساد ورئيس الجمهورية أكدها مرات إن الفساد ما زال خالق وما زالوا وحدين يعدوا الفساد وإذا ما ناكروا حد ولاهم مستر عليه ويلو كان ما هو خالق إذا ما يفسر ذي الجهد الهائل وذي الجهد الاستثنائي اللي متبارك الحكومة تعدل معه لمحاربة هذا الداء. يقير الغريب على أن الدنيا وانتم كصحافة مسؤوليتكم كبيرة ونخبة البلد مسؤوليتها أكبر أعلن هذا اللي خلق يجاهل كامل وتعود لين تخلق حالات ما هي جاية من خلال صحافة ولا هي جاية من خلال أحزاب سياسية حالات مكتشفتها أجهزة الدولة الموريتانية الأجهزة اللي وضعت والآليات اللي وضعت وانقبض فيها الإجراءات القانونية ليالا ومتابعة يعود هذا مستغرب هذا مفاجئ. احنا كانت ماشان نقبض حالة الضرائب لأن مثلا لا كمثال قال حد 34 مليار ونقول له هذاك 143 مليار احنا ما حدنا نستغربوا يلا نستغربوا ان 3 مليارات وانسرقت ما راه هو المسألة ما زالت بيدين قضاء. لماذا لا نستغرب انه من استقلالنا الى 2008-2009 ان كانت كل عام تنسرق لنا ازيد من 100 مليار هذا هو السؤال يلا ينطرح اللي ما يلا نوقفوا عنده طبعا ما الى انقبلت النوقية واحدة ورا ذلك نقولوها ونقيموا العيال يقير بعد من اجل ان نكون موضوعيين ومن اجل يعود هذا مساعدة في الجهد الوطني الموحول فيه لمحاربة هذا الداء الامور يلا تنطرح في نصابها الطبيعي. كنا ميزانيتنا 200 مليار عاد ميزانيتنا 400 مليار 200 مليار زايدة ما جاتنا موارد ما كانت عندنا هاي 200 مليار معناها كانت تمتكل كل سنة كانت تنصرق كل سنة شو تحلنا من المشاكل لا قبل 10 سنوات كانت عندنا شنو هي الوضعية اللي نعود فيها اليوم ما لا يتعود مطروحة لنا مشكلة البطالة بالشكل اللي مطروحة ولا يتعود مطروحة لنا مشاكل القوة الشرائية بالشكل المطروحة. هذه هي المشاكل اللي الله تظهر فيكم انتم ويلا تطرحوا ويلا تديروا الأمور ولا تعودوا عندنا احنا صد تفسير عندنا تفسير ان احنا قارين وواقعيين ان الفساد مازال لا خارج لانه كان من جذر في البلد ومن جذر في الإدارة ها كان من جذر ولا وانه مبارك معاه وانه كل ما شد عليه الخناق كل ما حاول محاولات يائسة على انه يقاوم وعلى انه يوجه الرأي العام شور الأمور الأخرى اللي ما هي طبيعية وبما ان الإصلاحات والإنجازات ومكافحة الفساد اللي خلقت في القطاع المالية العامة كانت من القطاعات ولا يحدها راهي قطاعات كاملة شهدت إصلاحات وإصلاحات كبيرة بما أنها كانت هي القاطرة وكانت هي التمويل حد كامل يختار يوقف هاي المسيرة لا يحاول يعيقها إلا من قاطرتها. طبيعة الحال الحكومة الموريتانية هذا عدرته بتوجيهات من, 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 من رئيس الجمهورية عن وعي وعن قناعة وبالتالي ما هو لا هي يوقف يقارن اللي ما هو لاهي يأخذ حدوده الطبيعية حدوده القانونية حدوده الإدارية اللي لاهي يعدل فيها. هذا اللي طارب غيتم نقوله والجواب القطعي على إجراءات التفتيش وإجراءات متابعة المال العام في كل القطاعات ستستمر وستتعزز وستؤخذ فيها الإجراءات التي هي إجراءات ضرورية لن يبقى بإذن الله تعالى في هذا البلد مكان يكون 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 للدنيا اللي دور موريتانيا تتقدم كاملة والدور موريتانيا تسعد كاملة. هذا هو
سياسة الحكومة وهم التعليمات اللي عندنا والفساد، الحرب عليه لا هوادة فيها وسيستل من جذوره بإذن الله تعالى. هذا هو إجابتي على هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طرح سؤال عن المحروقات ومتى سيتم تخفيض أسعار المحروقات وإلى آخره. أعتقد أن هذا السؤال تم تكراره وتم الإجابة عليه من طرف المسؤولين المعنيين، مزير المعني، والجواب هو الجواب المطروح، هو الجواب المعتمد، هو الجواب الحقيقي. نحن لا نتحكم في أسعار المحروقات. سؤالي سيدي الكريم، نحن لا نتحكم في أسعار المحروقات. تنخفض اليوم وترتفع أسعارها غدا، تكون اليوم ب$20 والصبح تعود $150. يعني يخلق في شهرين، يعني يقبل عام، يعني يخلق في 3 أيام، يعني يخلق في أسبوعين. الدولة الموريتانية في الأوقات اللي كانت فيها أسعار المحروقات أسعار غالية لم تتردد في إنفاق عشرات الملايير سنويا في صناديق لتحمل هذا. الغاز ما زالت أسعاره مرتفعة والدولة تدفع المليارات في هذا الاتجاه. طبيعة الحال أني لين تستمر الأمور وتعود ذاك هي ألم لا تنضانس ألم الأسعار هذا، الدولة الموريتانية دورا لا لكن اللي فيه مصلحة المواطنين واللي له ينقبل الدور ولا لهم لا دور لهم. إلى الصبح ارتفعوا الأسعار والله ما اللي راجع لهم. هذا من جانب. لا ننسى أيضا على المواطن البسيط ليس هو المستفيد الوحيد من هذه الأسعار. قضية المحروقات طبيعة حالنا تؤثر على النقل، لا مراء في ذلك، وتؤثر على الأسعار، لا مراء في ذلك. لكن أيضا جزءها الكبير أي دعم لها هو دعم أيضا لبطاقة كبيرة من الناس اللي عندهم إمكانيات وعندهم ولا يلا تدعمهم ولا يلا يدعمهم. هاي مسائل يلا تكون واضحة. السؤال الثالث، طرح سؤال أيضا بين قلنا زيادات الأجور مشات فيها في السنوات الأربع والخمس الماضية حوالي 80 مليار، بينما زيادة الضرائب اللي حصلت أكثر من ذاك. ظاهر العلم ما خافي عليكم على أن هذه المحاصيل الضريبية اللي خلقت ما هي قايسة لا الأجور وحدها، تم زيادة الأجور منها بذي المبلغ. يا غير أيضا لا تنسوا أن ميزانية الاستثمار للدولة الموريتانية كانت في هذا الحدود سنة 2009 حوالي 30 مليار من الأوقية، وأن ميزانية هذه الميزانية الاستثمار الممولة على موارد الدولة كانت سنة 2009 حوالي 30 مليار من الأوقية. اليوم ميزانية الاستثمار الممولة على موارد الدولة تتجاوز 125 مليار، إذن 100 مليار سنويا. لا تنسوا أيضا أن برامج الدعم للسيبفانسيون اللي فيها برنامج أمل وفيها دعم المحروقات وفيها كل هذا كانت سنة 2009 المبلغ المخصص لها لا يتجاوز 11 مليار، وأنها في بعض السنوات تجاوزت 100 مليار كدعم على موارد الدولة الموريتانية. إذن الزيادة التي تمت في المحاصيل كل أنواع المحاصيل تم استخدامها في مجالات لصالح المواطن الموريتاني، وجور عمال الدولة، دعم البرامج التي الاجتماعية التي تستهدف الطبقات، وأيضا بناء استثمارات بنى تحتية، مسائل ضرورية لتنمية الاقتصاد الموريتاني ولموارد الدولة الموريتانية نمنع عنها أكثر من 50 سنة 60 سنة. دولة ليس لديها ميناء، دولة ليس لها مطار، وضعية الطرق فيها، ونحن نريد تنمية اقتصادية. هذا هو جوابي على هذا السؤال، وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. يا أخوة طولنا نتوافقوا على رواية. أنت عبيد، أنت تسأل بالطريقة التي تحلو لك، ولا أحد يلومك على وضعك للسؤال ومراميك فيه، والوزير يجيب بالطريقة، وليس لك أن تحتج على جواب، ليس لأحدكم أن يحتج على مضمون جواب، وليس لنا نحن أن نحتج على مضمون سؤال. هذا هو القانون الذي وهذا هو العرف الذي يحكمنا جميعا، لنلتزم به. وشاع في الأسابيع الأخيرة الكثير من اللغط حول حوار قريب بين الحكومة والمعارضة. هل حقيقة أرسلت الحكومة مقترحات عملية أو وافقت على مقترحات من المعارضة؟ وإذا كان الجواب نعم، فما هي هذه المقترحات وإلى أين وصل هذا المسار؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب، طرح هذا السؤال كما تشهدون على ذلك أكثر من مرة، والآن طرحه أصبح واردا، لأنه فعلا عموم ألوان الطيف السياسي اجتمعت التأمت وصاغت مجموعة من الشروط أو مجموعة من المحاور، إن وافقت عليها
الأغلبية، أقول الأغلبية هنا أو الحكومة إن شئت، فسيتنادى الجميع إلى حوار، والدولة أو النظام أو الأغلبية سميها ما شئت لا تمانع في أي عنوان من هذه العناوين، وعلى رأسها انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، وليكن في علم العموم الرأي والسامع والقارئ بأن هذا المطلب هو من جهة المعارضة وليس من جهة الأغلبية. تناهى إلى مسامعكم هذا الخبر، إذن فليبلغ الحاضر الغائب والرائي والسامع والقارئ ليكن في علم العموم أن سنام هذه النقاط كانت مطالبة بانتخابات رئاسية سابقة لأوانها، وأن النظام أو الأغلبية لا يمانع، ولكن جهة الطلب كانت المعارضة بشقيها، يعني المعارضة المحاورة والمعارضة الممانعة. واضح؟ أنا لا أقول الناطحة ولا أقول الناصحة، قلها أنت. معالي الوزير، مؤخرا قبل أسابيع قررت الحكومة الموريتانية إعادة الموظفين المنحدرين إذا جاز التعبير من قطاع التعليم، إلى استعادتهم من وظائفهم في القطاعات الأخرى وإعادتهم للوزارة الأم، وزارة التهذيب. وعلى ما أذكر كانت إذاعة موريتانيا سباقة في تنفيذ هذا القرار، وأصدرت مذكرة على الفور من أوائل المؤسسات، وعادت فيها بعض الصحفيين إلى وزارة التهذيب. قبل أيام تراجعت الإذاعة عن هذا القرار، ولم تكتفي فقط باستعادة المبعدين من جديد، بل عينت بعضهم في مناصب إدارية داخل الإذاعة. هل تراجعت الحكومة عن قرار استعادة موظفي التعليم، أم تم استثناء إذاعة موريتانيا من هذا القرار؟ وشكرا. أنا أكثر من مرة قلت لكم حديثا، هل وعيتموه الوعد الذاكرة كفى المرأة كذبا؟ أيوة، هذا الحديث رواه مسلم. هذا الحديث إذا تناهى إلى مسامع، والمهم يجب أن يستقر، ولا قيمة لعلم إذا لم ينفع. نعوذ بالله من علم لا ينفع. ليكن في علمك سعد أن هذا القرار لا رجعة فيه، وأنه سيادي، وأن الاستثناء فيه، وسأحدده لك تحديدا دقيقا أيضا، وأن الاستثناء فيه لا يفوت في لا يعني لا ينقص منه شيء، هو قرار دولة جادة فيه، وهو قرار سيادي. هناك استثناء أعتقد أنك لا علم لك به وسأذكره لك. الاستثناء في الإذاعة هي في الوزارة الوصية على الاتصال 29، إذا لم تخن ذاكرة، أو 29 أو 30 شخص، 29. وأعتقد أن هناك استثناء في الإذاعة، وهذا الاستثناء لغاية قصوى، والدولة أعتقد أن لها السيادة ولها الريادة في أن تتخذ ما تشاء من القرارات تراه أنه لمصلحتها هي. فقد استثنت 4 أشخاص. الشخص الأول باللغة الفرنسية لا غنى عنه، الشخص الثاني في التراث الشعبي ولا غنى عنه، الشخص الثالث والرابع في اللهجات الوطنية ولا غنى عنهما. وهذا اختيار من الدولة، ليس للمدير العام للإذاعة دخل فيه، وليس للوزارة الوصية دخل فيه، إنما الدولة وهي سيدة في تصرفها اختارت هؤلاء الأشخاص الأربعة تحديدا بالأسماء والصفات، اختارتهم لتملأ فراغا واضحا بالنسبة للإذاعة. هناك استثناء أعتقد أنه طفيف جدا في وزارة الخارجية، شخص أو أستاذ أو أما كما قال لك معالي الوزير، لماذا لا تمر إلى المئات الذين يحولون الآن ويملؤون الفراغ ويسدون فراغا كان واضحا؟ لماذا لا يلهج لسانك بالثناء على هذه الخطوة وتنظر إلى الحقير وتهمل الكبير؟ يا إخواني، هذا الرأي الذي تفضل به وزير المالية، معالي وزير المالية، ذكر الله أظهر لمولانا عني أنا راسخ قدمي فيه وعندي فيه سر. هل تلقيتم ردا قضية الحوار؟ تلقيتم رد من المعارضة على الوثيقة؟
أنا المعارضة لم تنبس ببنت شفا ولم تحرر أي كلمة تتعلق بالرد. لست أدري الآن هل فعلا هل وصلت الردود، لكن ردود جاهزة. وعلى كل حال خلال يوم أو يومين إن غدا لناظره إلا قريب، يعني خلال أيام معدودات، فإن المعارضة سترد. شكرا جزيلا والسلام عليكم.